استاذ عصام، استاذ محمد، اعرف رايكم مباشره فيما حدث اليوم من تعادل ما بين النادي الاهلي وسيراميكا كليوباترا. وانا بقول ان هو تعادل كاشف الحقيقه، تعادل بيؤكد انه الاهلي محتاج شغل، الفرقه محتاجه يعني دماء جديده من وجهه نظري على الاقل. نعم. الفرقه محتاجه كباتن الفرقه يعني يلملموا شوتات حاله عدم التركيز والصربعه اللي احنا مرات قليله اللي نشوفها في تاريخ النادي الاهلي. كمان لابد ان انت تبقى وانت بتتفرج على النادي الاهلي متاكد انه دي حاله ما كانش ينفع تدوم يعني، وما كانش ينفع كمان انك كده. انت تبقى بتتكلم عن غلطه حكم او كذا. وطبعا رحمه الله. بس ممكن الناس، انا لسه جاي لك اهو ثانيه واحده. طب اكمل بس جملتي عشان ما تحسبش عليا. والنبي بسرعه. كابتن صالح قال لهم احنا خدامين الحكام. صحيح. في احد الاجيال، ولما حس ان ما حدش واخد باله قال لهم يعني بدل الجون ثلاثه وبدل ضربه الجزاء خلي واحد يفرمك وشوف مش هتتحسب ازاي. ده النادي الاهلي، وبالتالي ده لازم يكون مش هتقدر، لان الحكام من الاخر او 80% منهم مش معاك، مش عايز اقول ضدك، حاجات كتيره قوي انتوا عارفين يا لعيبه. فخلاص بقى الجمهور سبورت غير عادي يا جماعه. لا احد يجد جمهور كما النادي الاهلي. كمان خدوا من كلام الكابتن خطيب اللي قطع اجازته ورجع على النادي علشان مزيد من الطمأنة، واعتقد انه قعد مع كابتن التيم ومع الخمسه سته الكباتن قبل ما يكلم التيم على بعضه، وبالتالي كل ده لازم ينتج عنه ان شاء الله ان شاء الله بصيص من انه اللي حاصل ده مش هيفضل. أيوة. مخيم على النادي الاهلي. أيوة. خاصه وان ايام ويناير يبدا، واللي انا عرفته انه الناس هتفرح وهتفرح كويس ان شاء الله. تمام. طبعا كلام استاذ عصام هو انا فاهم الكلام حضرتك، ولكن مبدئيا حضرتك بتقول كده في ظل ان النهارده الاداء افضل من المباراه السابقه. ده خلينا نبقى متفقين على الاقل ان اللعيبه بدات. أيوة. تحس، وحتى لو بنسبه، انه ما هي النسبه النسبه ضعيفه. بص، في النادي الاهلي بالزبط. في قناه النادي الاهلي لابد. صحيح. انك انت تحترم الشاشه دي، تحترم. صحيح. الجمهور العظيم ده اللي فعلا يقدم الغالي والنفيس، وبالتالي يعني شويه بدا يحس ما يصحش كده. الله ينور عليك. لازم برضه عشان يبقى ايه، وفي نفس الوقت مش الكلام اللي الاستاذ عصام بيقوله ده معناه ان الحكام ما تدينيش حق. لا لا، بأمارة حتى لو حد غلب، لو انا مغلوب هو ماله؟ بالظبط كده، مالكش علاقه. ولا يا استاذ محمد؟ بالطبع طبعا. يعني انا في النهايه يعني... انا اسف، في النهايه انا اللي يهمني ان انا كحكم ادي لل 18 فريق حقهم. ده على فكره ليه؟ لانه الحقيقه يعني... ده بيعمل، انا اسف اوصي، على الاقل ده بيعمل حمايه للفريق ده. انا مش جاي هنا عشان يتضغط عليا، انا عايز اتغلب كوره. يا عم انت مالك؟ اتفضل يا استاذ محمد. احنا متفقين ان عندي مشاكل، عندي اخطاء. طبعا. عندي حاجات احملها للعيبه، احملها للمدرب، لكن في النهايه اخد حقي ايا كان. يعني النهارده ركله جزاء لعلي معلول، والحقيقه انا يعني يمكن تواصلت مع خبراء في التحكيم، مش ممكن يا استاذ، واكدوا لي يعني اكدوا لي يعني البعض طالع بيتكلم بيقول لك ده التحام او احتكاك. التأكيد والتوصيف اللي بيحصل عليا انا كده، انا كنت بلعب في المكان ده يا استاذ محمد. مكان محمد عادل لاعب سيراميكا كليوباترا اللي هو خبط علي. اقسم بالله اتحسبت عليا 3-4 مرات. دي اعاقه واضحه وصريحه لا تحتمل الشك. لكن ومع هذا ومع كل هذا، احنا لنا تحفظات كثيره جدا على النادي الاهلي، اللي هو يعني الناس شايف الاهلي في حته تانية مش في الحته. صحيح. دي يمكن نفس السيناريو يا كابتن اسلام اللي حصل في السيزون الماضي، نفس السيناريو بيتكرر بنفس الطريقه. بعد 6 جولات الاهلي عملها وحقق فيها 6 انتصارات وجاب 18 بونت لما موسى مالك كان ماسك الفرقه بسكور باربعات وخمسات، وبدا من ماتش فيوتشر، وكان بالمناسبه برضه ماتش فيوتشر اللي الاهلي اتعادل فيه وبدا يخسر. احنا اخر 4 مباريات الاهلي 6 نقاط، يعني 6 من 12. مستحيل الاهلي يبقى مقبول. مظبوط. او ان الاهلي يبقى مش ده الاهلي اللي احنا بنحبه. طبعا. مش ده الاهلي اللي احنا بننشده. الاهلي فيه مشاكل، فيه لعيبه ما بتاديش بشكل جيد، فيه لعيبه صلاحيتها انتهت. انا الحقيقه مستر كولر مع تقديري ليه حيرنا، يعني انا مش عارف ايه التشكيل اللي بيلعب بيه النادي الاهلي. في تغييرات كتير جدا بتحصل في التشكيل، يعني مثلا واحد زي شادي المباراه الماضيه مش موجود، المباراه دي بيلعب اساسي. محمد شريف كان بيلعب اساسي قاعد على الدكه. يعني انا نفسي اعرف من هو المهاجم الرئيسي بتاع النادي الاهلي. الاهلي عنده مشكله كبيره جدا في الشق الهجومي، محتاج النادي الاهلي مهاجم من العيار الثقيل عشان يقدر يساعد الفريق ويقدر يترجم. مش معقوله يا كابتن التفكير القادم، لانه
حتى الراجل النهارده قال حتى انا لو هجيب صفقات هجيب صفقات تبقى افضل من الناس اللي عندي. كويس انه يعني النهارده لان دي اكدت انه لما ما اختارش وهو لسه جاي لانه كان عايز يشوف الاول. بالظبط. يعني انا النهارده لما النادي الاهلي 73% استحواذ على مدار المباراه، 20 غاره هجوميه على المرمى مقابل 3 غارات او 4 غارات لسيراميكا، 15 ركله ركنيه مقابل ركله ركنيه. يبقى المشكله فين؟ ركله ركنيه واحده لسيراميكا يجي منها جون، في حاجه غلط، في حاجه يعني محتاجه تتصلح، في حاجه من اللعيبه على حاجه في الكاتشانه، لانه انا مش عارف ازاي اللعيبه دي لما يلاقوا بتوع سيراميكا في تريكه ان كلهم يقفوا على الخط، سيبوهم هم والشناوي على قد فهمي في الكوره وشغلي فيها 40 سنه، سيبوهم كلهم على الخط هيرجعوا تاني، لكن انتوا عاملين زي ما تكونوا حطيتوا الشناوي واتدلى عليه اللاب رمل.